يوم فنان أردني أصدر أغاني حققت نجاح كبير مثل شوارع عمان وبحبك أنا، وبعدها اختفى عن الساحة الفنية، والآن رجع بأغنية جميلة جدا. لنحكي أكثر عن رجوعه للفن بنضم لنا على التليفون الفنان الأردني محمد رافع. أهلا وسهلا فيك في برنامج سبع فنون. الله يسعد مساك يا يارا، ويسعد مساء عمان والأردن، ويسعد مساء الكرو، يعني واحد واحد اللي أنت ذكرتيهم قبل شوي. يسعد قلبك، يعني زمان عن عمان، مغترب أنت الآن. مغترب بس يعني باجي يعني ما صار لك زمان زاير الأردن؟ لا ما صار لي زمان الأردن، يعني قبل آخر مرة بشهر 11 جيت. ممتاز، يعني مش غايب كتير عن عمان أو عن الأردن، لكنك كنت غايب كتير عن الفن. صحيح. وين هالغيبة؟ والله يا يارا شوفي، أنا عندي يعني أكثر من اهتمام، يعني الأول في الموسيقى أكيد، الأول والأخير في الموسيقى، بس يعني عندي تالنت ثانية ما بقدر ما أعبيها، ما أطورها، ما أشتغل عليها. واحدة منهم التصوير، السينماتوغرافي، الإخراج، الكتابة، الكذا. فدائما بتلاقيني هيك كل سنتين بروح لي بمكان، بس يعني بالآخر كله بتمحور حوالين الإنتاج والفن والموسيقى. يعني الموسيقى ودتني لمكان صرت أنتج ميوزك فيديوز إلي، اللي هي فيديو كليبات أعمل إلي وأعمل لغيري يعني. وهلأ عندي استوديو في دبي وبعمل أغاني إلي وبعمل أغاني لغيري. بس سبحان الله، مرات الواحد بقول لك المثل، بواب النجار مخلع. يعني لما تكون خبيره بشغله خلاص ما بتهتم بشغلك قد ما بتهتم بشغل الناس، بتصير بدك تسلمي شغل العالم باحسن وقت، وبتشعري بالفخر بانك اشتغلتي هذا العمل بغض النظر هو الك ولا مو الك. يعني انت عليك صحيح، هذا اللي صار فقط لغيري. مبروك على اغنيه يا قلبي ويل. خلينا نسمع جزء منها يا قلبي ويل، وبعدين نرجع نحكي عنها اكثر. يا قلبي ويلي مهلك على عيمك صورنا، مثلك واكثر شوي قلبنا، بالله مهلك علي. يا قلبي ويلي مهلك على عيمك صورنا، مثلك واكثر شوي قلبنا، بالله مهلك علي. واخذت قلبي من صدري، يا ترى يجي يوم اللي تدري بوجعي وعناي. يعني صدقا محمد، يعني من أول ما نزلت الأغنية وأنا بس معها، يعني أغنية رائعة جمعت لهلأ 113 ألف مشاهدة تقريبا على يوتيوب، وهي من كلماتك وألحانك، فعن جد ألف مبروك عليها. احكي لنا عنها أكثر. الله يبارك فيكي ويخليكي، وبسرني جدا أنك حبيتيها، والحمد لله عم تلقى أعجاب أنا ما شفته بحياتي. الحمد لله الأغنية كانت فكرة هيك طلعت، أنه نفسنا نعمل أغنية أو نغني قصة، بس بتحكي عن اثنين يوما ما كانوا في بلد واحد، وفجأة هاي البلد الواحدة اللي اسمته الصين، وصار كل واحد فيهم ببلد وبطل قادرين يشوفوا بعض مثل كثير بلد. حلو، يعني استوحيتها يعني من قصة براسك أو قصة سمعتها؟ قصة خيالية هي، بس يعني صارت مع كثير ناس. يعني خيالي أكيد بجسد قصة كثير ناس. يعني اتفرقوا يوما ما، يعني ما بحب أحكي كثير بالسياسة، بس يوما ما الأردن وفلسطين كانوا واحد وطول عمرهم بيضلوا واحد برأيي. نعم. السودان الشمالي والجنوبي بضل واحد، وكثير بلاد انقسموا الصين. فبحكي لك أكيد في ناس، في واحد بالصلت كان يحب بنت بنابلس، أكيد كان في واحد بالغور بحب بنت بحيفة ولا بعكا ولا ببعرش فين، عرفتي كيف؟ فهذا تخيلنا وكتبت الكلمات بناء عليه. يعني أنه حلو، يعني انك انت اصلا دائما بتحب تكتب كلمات، يعني فحلو انك كمان بتفكر بهيك خارج الصندوق خلينا نحكي، وعم بتلحن، يعني عم تضيف الحانك ايضا للكلمات. ف هي كلامي ولحني وتوزيعي حتى الميوزك. طب يعني بس خلصت اللحن والتوزيع، كيف بلشت بتفكير بالفيديو؟ لانه كمان الفيديو يعني انتاج جميل جدا، يعني متقن.
الله يخليك يا رب. على فكرة هذا ثالث فيديو كليب لإلها، يعني هي تصور لها أول مرة ولقيته تماما، مسحته من الكمبيوتر عندي. الثاني نفس الإشي. الثالث خلص استسلمت وخلص بدي أعمله. فكرة الفيديو كليب كانت بدها تجسد كل كلمة بالطريقة اللي أنا متخيل فيها الكلام لما كتبته، فكان صعب علي خصوصا أني عم بنتج لحالي أنا، يعني على شركتي هي اللي أنتجت الفيديو كليب، حتى يعني أنا اللي منتجته بإيدي يعني الكليب، و يعني عملناه جروب أصحاب يعني مع بعض، بالرغم أنه العالم بتفكر أنه أنا جبت شركة إنتاج من برا وسويته، لا 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 الحمد لله. مكتوب رافع بيكتشرز صح؟ يس، رافع بيكتشرز هي شركتي، هي عملة الإنتاج الفيديو، حتى أرتوريتمي هي الاستوديو الاوديو برودكشن برضو بتعود لي يعني، ويا رب الله يوفق. ما شاء الله. لا فعليا مبين انك متاثر يعني وهيك داخل في الحاله وانت عم بتغني بالفيديو كليب. هاي يعني هاي القصه يارا انا ما عشتها شخصيا، بس كل شوت اتصور في الكليب انا بكيت فيه يعني بلحظه من اللحظات، ووقفنا التصوير وعدنا اللقطه او كملناها وخيطناها مع لقطه ثانيه. والله يعني ما بعرف ليش، خلص هيك بحس انه انا قصة يعني عايشها، بس هو هيك الفنان بقدر يعني بقدر ياخذ عواطف حسها قبل هيك، او يمكن عواطف حتى ممكن يعيش الحاله، مش شرط هو يكون عايش هاي المشاعر قبل هيك. طب يعني على هيك ممكن تفكر بالتمثيل ولا كيف، ولا مشغول بشركتك؟ والله انا لا اكيد، لا اكيد مش يعني بالاخر انا بدي اضل قدام الكاميرا، بديش اضل ورا الكاميرا يعني كيف. انا يعني الفتره اللي الطويله اللي غبت فيها عن الساحه فعليا كنت ورا الكاميرا عم بنتج بس ورا الكاميرا. بس لا يعني ابدا، خصوصا بعد الكليب يعني انا انصدمت انه العالم عم تحكي لي انه انت كثير صادق صادق 100% تمثل الكليب. انا قلت لهم يا جماعه طولوا بالكم، اوكي انا حكيت، اوكي انا حسيت، اوكي انا كذا، بس يعني بحسش حالي ممثل. سبحان الله في خلص مش انا مش انا، بس يعني ربك وفقني فيها وطلعت لهي الصوره والحمد لله. طب يعني لو بدنا نحكي شوي عن التمثيل، لو خطر ببالك تمثل دور، ايش بتحب تمثل؟ اي نوع من الدراما مثلا؟ هل هو إشي كوميدي؟ هل هو إشي عاطفي اكثر؟ اكشن؟ شو بتحب؟ انا واحد من الناس اللي اذا بدي احكي نكته بخربها. بما لك بالكوميدي خلص. والله العظيم يعني كل نكته بضحك بحكيها ما بتطلع معي حلو، ما بعرف ليش. عادي يعني بتصير احسن العائلات. طبعا بس يعني خلص هيك الله خليك مش اسوي لكم. طب ايش بتحب تمثل؟ على فكره بعد ما طلعت من مسار اكاديمي ب 2011 انعرض علي اكون اخذ دور بطوله مسرحيه، وعرضنا المسرحيه هاي على مدار سنه ونص، وكانت تجربه جدا ناجحه الحمد لله. يعني مثلت انا مش اني ما مثلت. حلو يعني بس ما طلعت بإشي فيلم او مسلسل؟ لا 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 على 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 الشاشه لا ما كنت. والمسرح اصعب يعني فعليا؟ المسرح اصعب يس يس كثير. فيعني خلص انت جاهز، يعني جاهز انك تخوض تجربة التمثيل على السينما، بالسينما او بالمسلسلات. ان شاء الله بنشوف لك يعني دور هيك برضو فيه هاي الدراما اللي شفناها بالفيديو، لانه كتير عن جد كنت عايش الحالة بطريقة جدا بتتصدق. يعني انا يمكن اول اشي سمعت الفيديو وشفته مع بعض فخلاني احب الاغنية اكتر، لانه خلص يعني عيشتني بالحالة وصرت كل ما بسمعها عم بعيش الحالة من اول وجديد. فبصراحة أبدعت. بشكل عام أنت بتكتب كلمات أغنياتك وبتلحنهم، شو السبب يعني ليش ما بتتعاون مع ناس تانيين؟ تعاونت مع ناس تانيين، تعاونت مع سبا الشرقاوي، تعاملت مع خالد مصطفى، أول تعاون كان جدا ناجح بأغنية بحبك أنا، تعاملت مع علي خير أعطاني أغنية بتجنن أنا خيال، تعاملت مع كثير موزعين ومؤلفين وملحين بس يعني في شيء جواتي بخليني احس انه هذا مش انا. يعني حتى لو القصه كتبها واحد يعني مش انا، ما قدرت اعيشها زي ما قدرت اعيش الكلام اللي انا عم بكتبه. الكلام اللي عم بكتبه خلص عن جد بوصل رسالتي، انا مش بدي اوصل صوتي بس، يعني انا لو بدي اوصل صوتي كان خلص باخذ اي اغنيه من اي حدا وبطلعها بمشي على الموضه، شو والله هلا دارج بالسوق عم تنزل العالم بنزل اشي مثلهم، بس لا
ابدا يعني انا في مسج بالاخر، يمكن عشان هيك بطول باغاني، ما عم بنزل كل شهر اغنيه، ما يعني عم تاخذ وقتها كثير منيح لتطلع ماستر بيس بالنسبه لي. لوحه فنيه يعني تكون بالنهايه بترضيك. محمد بصراحة دايما أنا بحب كل فنان بستضيفه كانت بدايته ببرنامج مواهب، بحب دايما أسأله هذا السؤال اللي هو إيش بتحس برامج الهواة بتضيف للفنان في بداية مسيرته؟ بتضيف إكسبوجر اللي هو بتعرفه على الناس. نعم يعني بتحطني قدام الناس، بتحطني قدام الناس مثل ما انا على طبيعتي بصوتي بشكلي، يا الناس بتحبني يا الناس ما بتحبني، وبيطلب جهد كثير كبير من انه الواحد يطور بحاله ويعرف حاله كيف على الشاشه طالع. وللاسف احنا بستار اكاديمي ما كنا نشوف حالنا على الشاشه ولا كنا نشوف شو يعني كيف عم يحكى عنا، ولا كنا عم نتواصل مع الفانز، ولا كان معنا تليفونات، ولا كنا نعمل ولا شيء مجبورين قبل يعني. بس التجربة تعلمت منها كثير، وأصلا وقتها ما كان في يعني اللي هو السوشيال ميديا وتأثيرها وانتشارها زي هلأ مثلا. نعم ما كان إلا في فيسبوك، وبعدين صار في إنستغرام على الخفيف، وبعدين سناب شات، يعني ما كان في أبدا، يدوب. بس بقول لك يعني أطلقت يعني وصلت مطار الأردن لقيت في جيش بستناني وعم بصرخوا يلا يا رافع يلا يا رافع. والله العظيم يعني من احلى المومنتس في حياتي كانت. طبعا اكيد رجعت من هذا البرنامج خلاص مشهور كثير بمسؤوليات اكبر، لانه في صار في جمهور كبير بستنى مني كثير. ما بعرف يعني هل انا خذلت هذا الجمهور باني كثير طولت عليهم باغاني، ويعني دائما عم بطول، بس يعني باذن الله في بلان اني ما ارجع اطول ولا بشيء، واصير افكر بطريقه ثانيه يعني ابطل. والله بدي كل شيء بيرفكت، انا هاي مشكلتي. بيرفكشنست يعني دائما بتسعى للمثاليه يعني. طبعا خلص دائما عندي صوره معينه للحن او للكلمه اللي بتطلع مني وللصوره وكل شيء. دائما بدخل الموزعين ما بحبوني، يعني دائما بقول له هاي النوت اللي هيك ليه ما تعملها فا بدل ري. ف يعني انه خلص سيبني اشتغل شغلي واسكت، انا بدي اصير اسكت يعني. لانه فعليا يعني بيكون عنده هو يعني رؤيه ماشي عليها، واذا بده يغير إشي رح يروح لمكان تاني، فانت بتيجي يعني تحط إشي حيغير الصوره كامله. فلا بنتمنى انه نضلنا نسمعك محمد، لانه يعني كتير صوتك حلو واسلوبك مميز ونبره صوتك اصلا يعني مميزه، والستايل اللي انت كمان راجع فيه كمان كتير بلبق لك وبلبق لصوتك. فبتمنى انه نكون حنشوف اعمال قادمه عن قريب ولا شو؟ بإذن الله ما راح أخبرك يعني، هاي خلص يعني كلام على الهواء مباشرة، راح يضل بالبال، وخصوصا أنه خلص يعني أنت عم تطلب مني قدام الناس، فأنا راح أقول لك حاضر. يسعدك. طب إيش عن جد إيش عم تحضر؟ يارا أنا كاتب كثير وملحن كثير وموزع كثير، وعندي أغاني جاهزة من زمان، بس يعني ما كان عندي الوقت لحالي، ما عندي الوقت لمحمد رافع. والله يعني عم بعطي وقت كثير لأشياء تانية، سببها أنه خلص أنا متزوج وعندي عائلة وبدي أبني لهم مستقبل، ففي عندي أكثر من شغلة، عندي يعني بشتغل بمكان وعندي شركتين وأخطبوط الله وكيلك. ما شاء الله عليك، يعطيك ألف عافية والله يخلي لك إياهم. يعني بالعكس أكيد متأكدة أنهم فخورين فيك قد الدنيا، وإحنا كمان فخورين فيك، يعني قدي عم بتقدم أعمال حلوة وعلى مستوى راقي، ومنتمنى دايما نشوفك يعني بنشاط فني يعني زايد. بما أنك رجعت خلص يعني تكون الرجعة حتضل بإذن الله، هذا وعد مني إن شاء الله، في إلنا انترفيو قريب كتير لأنه في عمل قريب كتير. خلص إن شاء الله حتكون ضيف برنامج سبع فنون عن قريب، ونحكي عن أغنيتك الجديدة. الفنان محمد رافع أهلا وسهلا فيك براديو هلا وببرنامج سبع فنون. شكرا إليك يا يارا، وشكرا لتيم راديو هلا. يسعدك. مثلك وأكثر شوي قلبك.